مرحبا طلاب، اليوم راح نتكلم عن المحاضرة الخامسة بعنوان Aqueous Solution and Chemical Equilibria اللي هي المحاليل المائية والاتزان الكيميائي. At equilibrium عند الاتزان the rate of forward process، هنا the rate يعني عندنا معدل of forward process العمليات الأمامية or reaction أو التفاعل and that of the reverse process والعمليات العكسية are equal في حالة اتزان. يعني يقول عند التوازن يكون معدل سرعة التفاعل باتجاه الأمام مساوي تماما إلى سرعته باتجاه الخلف are equal يعني في حالة اتزان، كما في المعادلة الآتية اللي هي تفاعل كبريتات الكالسيوم مع غاز ثنائي أكسيد الكربون والماء ينطيني أيون الكالسيوم وحامض الكربونيل بصورة مائية إكوياس. هنا عندنا بهذا التفاعل سرعة تكون حامض الكربونيل مساوية إلى سرعة تفككه، فهذا التفاعل يكون في حالة اتزان. ووتر الماء، هنا عندنا تعريف الماء. Water is the most plentiful، هو المذيب الأكثر وفرة. طبعا most plentiful solvent المذيب الأكثر وفرة on earth على الأرض. Is easily purified، هو يمكن تنقيته بسهولة. And it's not toxic، وهو غير سام. Therefore ومن ثم widely، إذا ما أخذينها هاي المصطلح widely هو يعني على نطاق واسع. Widely used يستخدم على نطاق واسع as medium for chemical analysis في كوسيلة للتحليل الكيميائي. إذن هو المذيب الأكثر وفرة على الأرض، يمكن تنقيته بسهولة. Is easily purified and it's not toxic، وهو غير سام. ثم يستخدم على نطاق واسع في كوسيلة في التحليل الكيميائي. Classifying solution of electrolytes، تصنيف الإلكترولايتات، وتصنف إلى إلكترولايتات قوية strong electrolytes و weak electrolytes إلكترولايتات ضعيفة. بالنسبة للإلكترولايتات القوية تتضمن أولا inorganic acids الأحماض الغير عضوية such as مثال ذلك HNO3 حامض النتريك و HClO4 اللي هو حامض البيركلوريك أو بيركلوريك أسيد و H2SO4 HCl HI اللي هو حامض الهيدروفلوريك و HBr حامض الهيدروبروميك و HClO3 حامض الكلوريك و حامض البروميك HBrO3. اثنين بالنسبة للقواعد الألكالي and alkaline earth hydroxides القلويات وهيدروكسيدات القلويات الترابية. ثالثا عندنا most salts معظم الأملاح. أما بالنسبة للإلكترولايتات الضعيفة عندنا many inorganic acids عدد من الأحماض الغير عضوية including تتضمن H2CO3 حامض الكربونيك و H2BO3 حامض البوريك و H3PO4 حامض الفوسفوريك و H2S عندنا كبريتيد الهيدروجين و H2SO3 حامض الكبريتوز. ثانيا most organic acids معظم الأحماض العضوية، طبعا مثال ذلك عندنا حامض الخليك اللي هو من أكثر الأحماض العضوية شيوعا CH3COOH، وعندنا البنزويك أسيد والسالسليك أسيد وعدد كبير من الأحماض العضوية. ثلاثة أمونيا، عندنا الأمونيا and most organic bases معظم القواعد العضوية واللي هي تحتوي على أمينات. رابعا عندنا هاليدز هاليدات سيانيدز سيانيدات وثايو سيانات للأجي، عندنا الزئبق والزت ام الخارصين والكادميوم. اذا هنا يذكر عندنا هاليدات الكادميوم والخارصين والأجي وسيانيدات
أيضا الكادميوم والخارصين والزئبق وثايوسيانات الزئبق والخارصين والكادميوم، هذه كلها تعتبر الكتروليتات ضعيفة. مثال على الالكتروليتات القوية عندنا قلنا الأحماض القوية من ضمنها HCl واللي يتفكك مع الماء تفكك تام إلى أيون الهيدرونيوم وأيون الكلوريد، والـ NaOH قلنا القلويات الترابية أو الهيدروكسيدات القوية يتفكك أيضا تفكك تام، وKCl اللي هو ملح ذكرنا most salts معظم الأملاح هو يتفكك تفكك تام إلى أيون البوتاسيوم وأيون الكلوريد أكوياس طبعا بوجود الماء. أما مثال على الالكتروليتات الضعيفة اللي هو تفكك حامض الخليك بوجود الماء ينطينا أيون الخلات وأيون الهيدرونيوم، وهذا التفاعل يكون عكسي إذا لاحظ أنه السهم ذاهب إلى الأمام وإلى الخلف، وهنا راح يصير في حالة اتزان هنا معدل سرعة التفاعل إلى الأمام تساوي معدل سرعة التفاعل إلى الخلف، وتفكك الأمونيا بوجود الماء إلى هيدروكسيد إلى الأمونيوم والهيدروكسيل أيون الهيدروكسيل هنا، وهذا أيضا التفكك يكون غير تام فالتفاعل يذهب إلى الأمام وإلى الخلف. هنا ملاحظة بالأخير سترونج إلكترولايتس يقول is completely dissociated يتفكك تفكك تام إلى مذيب، وهذه الصفة هي اللي تنطي القوة الإلكترولايتية، يعني يكون إلكترولايت قوي لأنه يتفكك تفكك تام وينطينا مذيب. أما بالنسبة للإلكتروليتات الضعيفة فهنا يقول يتفكك تفكك جزئي، وهذه أهم صفات المحاليل الإلكترولايتية. Types of chemical equilibrium reaction أنواع تفاعلات الاتزان الكيميائي، ويقسم إلى نوعين رئيسيين هما الهوموجينوس سيستم أي النظام المتجانس، والهيتروجينوس سيستم النظام الغير متجانس. في النظام المتجانس the reactants and products يعني المتفاعلات والنواتج are in the same physical phase في نفس الطور الفيزيائي، يعني عندنا هنا بهذا المثال غاز النيتروجين وغاز الهيدروجين هي متفاعلات راح ينطني ناتج اللي هو غاز الأمونيا، إذن المتفاعلات والنواتج هي في نفس الحالة الفيزيائية كلها غازات. أما الهيترو جينواس هنا راح ينطيني المتفاعلات والنواتج ليست في نفس الحالة الفيزيائية different physical phase هي حالة فيزيائية مختلفة. عندنا المتفاعلات مثل ملح كربونات الكالسيوم هو صلب راح ينطي تفككه إلى أكسيد الكالسيوم اللي هو ملح أيضا صلب، لكن راح ينطيني معه غاز ثنائي أكسيد الكربون، فراح يصير عندنا هنا التفاعل غير متجانس. إكوليبريوم الاتزان is a dynamic process هو عملية ديناميكية. Also chemical reaction على الرغم من أن التفاعل الكيميائي يظهر بشكل متوقف، يعني يظهر التفاعل على أنه متوقف في حالة الاتزان، لكن هذا الأمر غير حقيقي لأنه عندنا في حالة الاتزان سرعة التفاعل الأمامي مساوية لسرعة التفاعل الخلفي، لذلك يظهر على أنه التفاعل متوقف، لكن هو ماشي التفاعل ولكن سرعته إلى الأمام مساوية لسرعته إلى الخلف، فيظهر التفاعل على أنه متوقف. لو شاتلي برينسيبل عندنا مبدأ لو شاتلي عالم إجا اتكلم عن عملية الاتزان الكيميائي، فوضع مبدأ يقول أنه إضافة عامل مؤثر خارجي على التفاعل راح يؤدي بالتفاعل إلى مقاومة هذا العامل. إضافة عامل مؤثر خارجي على التفاعل راح يؤدي بالتفاعل إلى مقاومة هذا
المؤثر من خلال عملية الاتزان. كيف؟ مثلا أني زيدت درجة حرارة التفاعل، راح يؤدي بالتفاعل إلى اتجاه إلى الطور، أو بالاتجاه الذي يؤدي إلى امتصاص درجة حرارة، يعني يحاول يقلل من درجة الحرارة حتى يستمر التفاعل. وإذا زيد الضغط أيضا راح يميل إلى الاتجاه اللي يؤدي إلى حجم أصغر. وعندنا مثال آخر، المثال هو تفكك حامض الخليك بوجود الماء في درجة حرارة 25 مئوية. راح ينطيني أيون الخلات وأيون الهيدرونيوم. إذا نلاحظ هذا التفاعل هو تفاعل عكوس، ثابت الاتزان إلى كي يساوي لي تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات طبعا عدا الماء. ليشات ليش يقول؟ يقول إذا ضفنا مؤثر خارجي، مثال هذا التفاعل احنا ضفنا إذا نلاحظ بالمعادلتين بالأسفل، ضفنا خلات الأمونيوم إلى تفاعل تفكك حامض الخليك، اجينا ضفنا له خلات الأمونيوم، الماء هو موجود بالوسط، راح ينطيني أيضا أيون الخلات زائدا أيون الصوديوم. هاي وين؟ هذا كله صار تفاعل واحد في إناء واحد، التفاعلين صارا في إناء واحد. إيش راح يصير؟ راح يصير عندي زيادة من تركيز أيون الخلات في النواتج. إيش صار؟ هذا صار مؤثر خارجي، صار عندي إضافة خلات الصوديوم، راح يؤدي إلى زيادة تركيز أيون الخلات في التفاعل، لذلك راح يتجه التفاعل اتجاه عكسي إلى تكوين المتفاعلات حتى يقاوم هذا التأثير الخارجي أو هاي الزيادة بالتركيز. هذا هو مبدأ ليشاتلي. أيضا عندي تفكك AgCl كلوريد الفضة يؤدي إلى تكوين أيون الفضة وأيون الكلور، وهو تفاعل متوازن. طبعا adding ammonia، إضافة الأمونيا decrease the concentration of Ag، يقلل تركيز أيون الفضة وين؟ بالنواتج. هنا ما راح يؤدي إلى زيادة مثل ما صار زيادة بأيون الخلات بالنواتج، هنا راح يصير انخفاض في تركيز أيون الفضة في النواتج بسبب تكوين AgNH3 complex، معقد الفضة مع الأمونيا، فراح يصير عندي انخفاض بتركيز أيون الفضة. فش راح يصير بالتفاعل؟ هذا التفاعل راح يصير إلى الإمام حتى يوصل إلى حالة التوازن أو حالة الاتزان، يعني راح يصير تفكك زايد للـ AgCl حتى ينطيني أيون الـ Ag دي يعوض النقص الحاصل بأيون الفضة Ag في النواتج. The mass action effect، تأثير الكتلة هنا is a shift، هو يزيح the position، موقع الاتزان of equilibrium، أما إلى النواتج أو إلى المتفاعلات. Equilibrium constant، تعريف ثابت الاتزان. R algebraic equation، هو معادلة جبرية. That describe، تصف the concentration relationships، علاقة التركيز among بين المتفاعلات والنواتج، reactants and products at equilibrium، عند الاتزان. إذن هو معادلة جبرية يصف علاقة التركيز بين المتفاعلات والنواتج عند الاتزان. هذا تعريف ثابت الاتزان، طبعا حفظ. General equation، المعادلة الرئيسية لثابت الاتزان أو الاتزان الكيميائي، هي مثل ما تشوفون A زائدا B ينطيني C زائدا D، هنا المتفاعلات A و B و C و D تمثل النواتج. طبعا الـ A small والـ B small هنا يمثل عدد مولات كل من المتفاعلات والنواتج. ثابت الاتزان راح يساوي لي تركيز النواتج على أو حاصل ضرب تركيز
النواتج على حاصل ضرب تركيز المتفاعلات كل منها مرفوع إلى عدد أو أس يمثل عدد مولاته في معادلة التوازن. إذن ثابت الاتزان راح يساوي تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات كل منها مرفوع إلى أس يمثل عدد مولاته في معادلة التوازن. يعني أنا عندي أمرين مهمات، الأول هو معادلة التوازن لازم أسوي المعادلة، والثاني أكتب القانون حتى أبدي أحل مسائل ثابت الاتزان. Equilibria and equilibrium constants important in analytical chemistry. هنا عندنا ثوابت الاتزان المهمة في الكيمياء التحليلية، ذكرنا بعض ثوابت الاتزان هذه، والأول هو dissociation of water تفكك الماء، عندنا ثابت الاتزان إليه هو KW. طبعا المعادلة هو تفكك جزيئتين من الماء ينطيني أيون الهيدرونيوم وأيون الهيدروكسيل، وثابت التفكك راح يساوي لي حاصل ضرب تراكيز المواد الناتجة، طبعا كل منها مرفوع إلى أس يمثل عدد مولاته، لكن هنا عدد المولات واحد فيبقى التركيز مثل ما هو. قلنا الماء يهمل، وأيضا المثال الثاني هو heterogeneous equilibrium التوازن الغير متجانس، واللي يؤدي إلى تفكك ملح كبريتات الباريوم إلى أيون الباريوم وأيون الكبريتات. solubility product عندنا ذوبانية النواتج KSB إلها ثابت الذوبانية، راح يساوي لي تركيز أو حاصل ضرب تركيز النواتج أيضا كل منها مرفوع إلى أس يمثل عدد مولاته. هنا BASO4 بالذوبانية ما راح نذكر تركيزه لأنه المواد الصلبة فعاليتها واحد، وثابت الاتزان مأخوذ من ثابت أو قانون فعل الكتلة، هذا راح نمر عليه بعدين إن شاء الله. المثال الثالث هو dissociation of weak acid or base، عندنا تفكك الأحماض أو القواعد الضعيفة، ثابت تفكك الأحماض هو Ka، أي K ثابت عندنا والأي هو مختصر الأسيد، والكي بي هو ثابت تفكك القواعد، وعندنا قلنا ثابت التفكك يساوي تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات، ونهمل الماء من هذا التفاعل. من خلال محاضرة اليوم يجب أن نعرف أول شيء تعريف كل من الماء وثابت الاتزان، ونميز بين الإلكترولايتات القوية والضعيفة، طبعا نحفظ بعض الأمثلة، وأيضا عندنا أنواع التفاعلات في الاتزان الكيميائي اللي هي هوموجينوس وهيتروجينوس، ونفهم مبدأ لي شاتلي، ونحفظ قانون ثابت الاتزان اللي هو مثل ما ذكرناه يساوي لي تركيز النواتج على المتفاعلات كل منها مرفوع إلى أس يمثل عدد مولاته في المعادلة، ونطلع على بعض ثوابت الاتزان المهمة في الكيمياء التحليلية.